أخوتي المغاربة السلام عليكم. كالعادة حميد يعود إليكم. اليوم بغينا نهضروا على مواضيع صغيرة نقاط كالعادة، على مثلا على تسمية الأحزاب في الدول الديمقراطية. في الدول الديمقراطية مثلا في أمريكا كنسمعوا الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، هذا ما تيعنيش بين الحزب الجمهوري ماشي ديمقراطي، هذه أسماء قديمة، يعني ما تيعنيش بين الحزب الجمهوري غير ديمقراطي، لأن الناس ما بقاوش في الأسماء ديالهم. هاد الأحزاب دابا اللي هنا في أوروبا وهذه داك الاسم ديال ديمقراطي، لأنه ولات من البديهيات، تكون من الخضر، تكون من شيعي، تكون اشتراكي، يعني بلا ما تزيد ديمقراطي، لان الديمقراطيه خصها تكون هي الاولى، وعاد الحزبيه كما بغى يكون ديك الساعه. التوجهات ديال الاحزاب كتعرفوا، الحزب الخضر طبيعه، الحزب اليمين وطني، اليسار اجتماعي، يعني اليسار في هذه في واحد الحقبه من التاريخ بعد الحرب العالميه الثانيه، كان ملي كتسمع حزب يساري كتعتقد بانه اشتراكي او شيوعي، كتعتقد بانه حزب اجتماعي. حاليا تغيرت حتى هذه المفاهيم، تغيرت، لان لا يعني بان حزب اشتراكي فرنسا، راك شفتوها فرنسا ماشي ولات اشتراكيه بمفهوم الاشتراكيه، لأن رأس المال هو السيد، هو السائد والسيد. في ألمانيا كذلك كاين أحزاب اشتراكية، الإس بي دي مثلا في العهد ديالو رأس مالية، ومنين ولا في المعارضة رأس مالية، ودابا غيرجع للمعارضة على ما أعتقد، مازال ما تشكلتش الحكومة ولكن غيبقى في المعارضة. إذن الاحزاب، هذيك الاسماء ديال الاحزاب، حيدوا من هذيك الديمقراطيه، بعكس الدول اللي كانت تدعي مثلا في البلوك، يعني است، يعني الشرق، في الشرق يعني شرق اوروبا والدول التابعه للنفوذ الروسي، كانوا كلهم كيسميهم راسهم ديمقراطيين. حتى في افريقيا الجمهورية الكونغولية الديمقراطية، ما كلشي ديمقراطي، والكونتري حتى الجزائر الشقيقة حتى هي كانت ديمقراطية، وليبيا عندها واحد السمية طويلة فيها مترو، وما فيها حتى حاجة من داكشي، جمهورية الاتحادية القومية الاشتراكية الزبلية. هذا غير على غير واحد الايضاح بسيط اللي بغيت نذكر باش ما ينساوش الخوت، الله يرحم الوالدين، كما العاده المحاكمات هي قادمه، ما تنساوش، كونوا في الميعاد مع راسكم، كونوا صديقين مع راسكم، راه تحت مطلب منكم تكونوا صادقين مع ناس اخرين، راه كتكون صادق مع نفسك باش تقول، تشوف راسك في المرايا وتقول انا مغربي، انا كتهمني هاد البلاد، كون صادق مع راسك. الا كنتي ساكن في واحد الدار كارهه، ما عارفش شكون اللي كارهها لك، وما كتعرفش راسك كيفاش تخرج منها، دير داكشي اللي قال لك راسك، لكن راك انت في الوطن ديالك، هذيك الارض راه ديالك، هذاك الزنقه والحي والمدينه والمدن كلها ديالك، وهذوك الناس اللي كيتعاقبوا ديالك، وهذوك الناس حاولوا يغيروا الاوضاع اللي عندك اخويا. كونوا في الموعد، ما تنساوش الكلاكسون اللي هضرنا عليه، الله يرحم لكم الوالدين، كيرحم ربي الوالدين. واحد الاخ كنحترم والله، ما درتلوش ديك الطيو غير اليوم صيفط ليا، و تيكرر
معلق من المعلقين تيقول لي كيطلب مني الابتعاد عن الدين. يا اخي الا كنتي كتفهم مره اخرى كنوضح لك، انا راه ما عندي مشكل حتى مع الدين، كيما بغى يكون الدين ديالك ما عنديش معاك مشكل. الله يجعلك تكون اليوم مسلم وغدا بودي ولا مسيحي، ما شغليش فيك، غير ما تتعاملش معايا بالدين. حنا ناس في الارض كلها عنده، وحنا نكون واقعيين، مسلم مع بودي مثلا هذا عنده اعتقاد وهذا اعتقاد، ايوا كيفاش غيتفاهموا؟ اذا خصهم يديروا قوانين مشتركه اللي كتهمهم بجوج بلا ما تقيس هذا ولا تقيس هذا. وهذه هي الديمقراطيه، وهذه هي الانسانيه، حقوق الانسان. حقوق الانسان اللي كيقول لك لا فرق بين لا في اللون ولا في العقيده ولا في البشره ولا الانتماء ولا الاقليه ولا ولا، على هذه القضيه ماشي حيت انت كتنتمي لواحد الجهه انا كنتمي لواحد الجهه، اذا ما غيبقاش بيننا كومينيكاسيون. خصها تبقى الكومينيكاسيون والدين غيحبسها. انت مسيحي انا مسلم ما غنقدرش نتعاملوا، اذا درنا قوانين، قوانين ديال كل ارض كتدخل لواحد الدوله عندها قوانين ديالها كتحاول تندمج وتطبقها وتحترمها بغض النظر على المعتقد. هذاك الانسان اللي كتمشي تطلب منه وثيقه ماشي كتقول واش انت مسلم، وحتى انا مسلم والله يرحم والديك، ولا هو يقول لك اجي انت واش بودي، لا ما غنعطيكش. اذا هنا غنوليو في التخربيق. هذا الاخ خصو يفهم هذا المفهوم والمغزى من الكلام ديالي. المعاملات خصنا نحيدو منها الدين، ما طلبت شي حاجه اخرى، ما قلتلكش حيد الدين ديالك. انت ملي غتدخل الجنه واش انت اللي غتحاسب ولا انا؟ انت اللي غتحاسب في المعتقد ديالك. ايوا دير داكشي لشغلك، دير لحياتك، علاش غتحاسبني انا؟ انت في الدنيا هنا انت ما ضامنش بلاصتك وكتحاسبني وكتدافع على شي حاجه، والاعتقاد انت اللي عندك وخطا. الاعتقاد بان الا قلت لداك خاينه، حيت كاينين الناس هنا كيقول غندي فيه لاجر نردو مسلم، خطا. واش غدي فيا انا ولا ندي فيك ولا وديها في سوق راسك اخويا. المهم مره اخرى، وكنتمنى على الله تكون اخر مره كتعلق بحال التعليقات، كنظن شاركها مع الناس في قهوه مع الناس اللي انا كنظن بين المستوى التعليمي ديالك ضعيف. حاول غير في القهوه ملي تجلس مع الناس هضر ولا جبد موضوع ولا، وشوف ربما يكون شي انسان ولا جوج الناس ولا ينبهوك يقول لك بان عنده الحق. ما در انا ما دريتكش، ما عايرتك شيء، ما خسرت معك ما والو. انا قلت لك المعامله في الدنيا بدون دين، هذا هو الطلب ديالي. ما وهذه هي اوروبا ولا الدول الديمقراطيه كتحيد الدين، الدين بينك وبين داك الانسان اللي خلقك ولا اللي كتعتقد بانه خلقك واللي غيعاقبك ويدخلك الجنه ويعطيك الحريم ويعطيك. اذا بيناتكم هذه عاوتاني غير اشاره بسيطه للناس اللي يخطئون بان هذه المحاكمات الجايه يعني غتمحي واحد النوع من التفكير اللي الراي ديالو في هذه الحقبه هذه كانوا رواد قبل منه. الراي ديالو في هذه الحقبه اللي عشناها مؤخرا هو السي المهداوي، عوضنا على واحد الطريقه ديال التفكير، الطريقه ديال يعني البحث على المواضيع والتنقيب على الاسئله والاجوبه علاش وكيفاش. هذا النمط، ديال التفكير لن يختفي بالمحاكمه بالعفو بالاغلاق، هو مستمر. كن على يقين يا النظام ديال الخزي ان هذاك التفكير في عقول المغاربه
تقدر تحبس مولاه تدخلو للحبس وتشرد العائله وزملاء وتقفل المكتب في جهدك داكشي، ولكن هنا ما عندكش الجهد. يلا دير الجهد ديالك، حيدوا لي الجهد. انت كتعتقد بدوك القنوات ديال خيخي ميمي تيتي بيبي هي اللي غتبدل ليا انا، وغتبدل المواطنين داكشي اللي حسوا به واللي سمعوه وشافوه، وغتليه انت غتليه بشي حاجه اخرى وصافي، راه المهداوي تنسى. خطا، والتاريخ بيناتنا ويبرز هذيك التاريخ، لان النظام لا يفهم بمعنى التراكم. تراكم راه انسان مقهور وما هضرش، ولكن راه صدرو كيعمر، الصدر ديالو. حنا كنهضروا على الصدر، راه مفهوم يعني، راه العقل. الصدر لا علاقه له، القلب راه كي ما فيه لا حب ولا كل شيء، كاين هنا الفوق في الموتور، هذاك غير جهاز ديال كيدفع الدم كيغذي المخ. اذا كاين كل شيء هنا الفوق. حنا يعني تعودنا على صد الصدر، والصدر ديالو عمر. اذا القلوب والصدور ديال المغاربه عمرات وغادي كتعمر، والنهار اللي لا تقول انت راك نسيتيها، بدلتي غيرتي شقلبتي سافرتي جيتي، والناس راه تابعك ديك يعني الناس نسات، راه الشعوب لها ذاكره كبر من ديال الفيل. السي محمد، واليوم قريت واحد المجله صحيفه بان وزير الداخليه ديال مصر كيقدم خدمات للسعوديه لتعذيب المعتقلين. تصوروا يعني على خبير هذا ولا هذاك، فما بالك احنا بالخبير ديالنا حصاد وفتات، يعني راه عندهم واحد المستقبل زاهر، حيت باقي ديكتاتوريات في العالم العربي اكثر من افريقيا، والله العظيم الى اكثر من افريقيا اخبت، كاينين ديكتاتوريات ولكن اخبتها في العالم العربي. عجبا عجبا. اذا عندكم واحد المستقبل زاهر في تقديم المعلومات ديال التعذيب والاختطاف وانتزاع ديال الاعترافات. السي حصاد والسي الفتيت واللي سبقوك هذا ديال مصر. السعوديه مع كانوا عيطوا على السي جطو ولا على جطو على السي حصاد، احسن كاع يطعوا الحموشي ولو انه ما كانش وزير، ولكن هو كان يقوم بالتنفيذ، هو كينفذ داكشي. ولا كيذكروا المغاربه، لا ادري ان كان كل المغاربه على علم بان المعتقلين في غوانتانامو، اللي في غوانتانامو قبل ما يسيطوهم الغوان اعتقلوا في افغانستان وباكستان وفي اليمن قبل ما يسيطوهم، كل هذوك المعتقلين اللي من اصل عربي فرقوهم، وكانوا يعني الطب ديال نزع الاعترافات والتعذيب هو المغرب، مصر والاردن، اختصاصيين لدرجة انا سمعت واحد خينا من السي اي اي، هادي مده ماشي دابا، قال لهم يعني احنا كنا كنعرفوا داك التعذيب، راك عرفتي حتى في امريكا في غوانتانامو الماء ديك الخنشه هذيك الطريقه اسرائيليه، قال لهم ولكن الطريقه المغربيه اخطرها، ان ما يمكنش الانسان ما يعترفش، منين باللقاط كيحيدوا ليه الضفار ديالو، يعني غير ملي كتسمع انت ديك الهضره كتبوش هذا امريكي من المخابرات ويعترف بالطريقه البشعة عند المغاربة. مسألة معروفة عندنا احنا. وكالعادة اخوتي المغاربة
استعمال التنويم المغناطيسي، تنويم يعني ديك البوندو اللي كيدير تي 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 تا كيديك الناس كتمشي، هما دا زيارة صاحب الجلالة والمهابة والمخابة القطار وظهور داك الشال اللي مكتوبة فيه تميم و